اليوم 15 من سبتمبر أيلول من عام 1973، بعد 21 يوماً من صبيحة ذلك اليوم، سيعبر المصريون على الضفة الشرقية من القناة دون أن يتوقع أحد. الصحف المصرية الصادرة ركزت على انتهاكات إسرائيل ضد سوريا. 64 طائرة إسرائيلية حلقت فوق سماء دمشق وحماة، تصدت لها الطائرات السورية وأحبطت عدوانا واسع النطاق كانت إسرائيل تبيته للشقيقة سوريا. أشارت الصحف أيضاً إلى محاولات اغتيال الأسقف ماكاريوس رئيس قبرص، سلم منها الرجل الذي قاد قبرص نحو الاستقلال. من بين الأخبار البارزة كان المؤتمر الطارئ للدول المصدرة للبترول أوبك لإعادة النظر في أسعار النفط، في حين تتصاعد حدة الحملات في أمريكا وكندا محذرة شركة البترول العالمية من الخضوع للضغط العربي. وعلى الصعيد الفني كان اهتمام الصحف بزيارة محمد رشدي وفايزة أحمد وعدد من المطربين المصريين إلى ليبيا لإحياء حفلة أعياد الثورة الليبية هو الحدث الفني الأبرز آنذاك. أما في عالم الرياضة فقد احتفت الصحف المصرية بانتصار الإسماعيلي في كأس إفريقيا للأندية. هكذا تنوعت الأخبار بين الفن والرياضة والسياسة وبين أزمات العالم وأخبار العواصم البعيدة، لكن أحداً في هذا اليوم لم يتوقع قط الخبر الذي سيغير قريباً تاريخ مصر والمنطقة. لما لا؟ وهو خبر العبور العظيم.